اليوم نسولف على أرخص وأقوى تاب موجود حالياً ب 129 دولار فقط، مو بس هاي بحجم شاشة 10 بوصة وذاكرة 64. تعالوا خلينا نحكي على هذا التاب اللي سعره مناسب وحالياً ضمانة سنة ونص راح تحصل من مركز أبل ستور كل الهواتف. خلينا نفتح هذا التاب ونسولف شوية جزء بسيط على هذا التاب ونعرف كل مواصفاته. طبعا هذا التاب البلاك فيو يجي الشاشة حجمها 10.3، الوزن مالته 430 غرام فقط، البطارية مالته 6580. طبعا هذا التاب البلاك فيو يجي حجم الشاشة 10.3 انج، الذاكرة مالته 64/4، ومو بس هاي الذاكرة الرام مالته 4 تقدر افتراضي تقدر تسويه 7 حتى تقدر تستمتع بالتاب افضل. طبعا يدعم كل مواقع التواصل الاجتماعية من عدها برامج الاطفال وكل الالعاب، ويشغل لك الببجي ب 30 فريم فقط، والكاميرا مالته لا بأس بيها. البطارية راح يجي ب 6580 بطاريته بوزن 430 غرام، ويجي وياه هذا الكفر الذكي بحيث من تفتح التاب راح يلتاب يشتغل من كيفه، وبنفس الوقت هم يصير عندك ستان هذا التاب وتقدر حتى تباوع عليه مسلسلات اذا حبيت. طبعا مصنوع من مادة الالمنيوم التاب، والشيء الحلو به انه هو مات ما يبين باصابع بصمات الاصابع، والتاب مقاوم للصدمات والتاب قوي من خلال هذا الكفر الذكي اللي وياه. طبعا التاب هذا كله ب 129 دولار، ومو بس هاي قلت لك راح تحصل على ضمان سنة ونص من مركز أبل ستور كل الهواتف. طبعا التاب راح يجي بشاشة الـ IPS LCD، شاشة لا بأس بيها. الكاميرا مالته راح تكون الخلفية 8 ميجا بكسل، الكاميرا الأمامية راح تكون 5 ميجا بكسل. الكاميرا لا بأس بيها نظرا لهذا السعر، صحيح تحسها نوعا ما ضعيفة، بس أنا اليوم من ماخذ التاب مو ماخذ بيه انه اصور بيه شغلات ضرورية، وانما شغلات بسيطة للمكالمات الفيديو عبر الواتساب او عبر البرامج التواصل الاجتماعية. طبعا هذا التاب انصح بيه الجماعة الدخل المحدود اللي عنده اطفال 4-5 وما يقدر يشتري الايباد. هذا سعره 129 دولار، مقاربا تقريبا 195 الف دينار عراقي او 190 الف دينار، يختلف عندنا فقط سعر الصرف. انصح بيه بشدة، مو بس هذا راح يجيك وياه هذا الكفر الذكي، شاشة 10 ذاكرة 64 تقدر الذاكرة تسويها 7، وسعره مناسب جدا كل هذا 129 دولار وفوقها ضمان سنة ونص. اكيد انصح بيه وبشدة، والتاب جدا قوي من خلال استخدامي تقريبا هاي الثلاث ايام اللي استخدمته، وشاشته لا بأس بيها، يعني ما راح تحس بيها لا تعليق ولا اي شيء، وخصوصا الطفل اللي يباوع اليوتيوب ما راح يحس اي مشكله بي. اذا عجبتكم هاي الحلقه او اذا عجبكم هذا التاب موجود مركز أبل ستور كل الهواتف اللي موجود البصره الجزائر مقابل الخيمه، برامج التواصل اسفل الشاشه، بالنسبه لارقام المبيعات اسفل الشاشه وموجود توصيل جميع محافظات البصره، علما ان المركز مالتنا اللي موجود بالبصره ما عنده اي فرع اخر فقط توصيل. تحياتي لكم، أخوكم المتواجد بمركز أبل ستور يومياً وعلى مدار تقريباً 12 ساعة. كل الهلا بيكم وحياكم الله، وأي شيء أنتم تطلبونه أو أي شيء تردون أشرح عليه يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات، وعيوني لكم، دمتم سالمين.